لا لا مش مشكلة، احنا ان شاء الله جينا عندك باش نسمعوا صوتك ونوصلوا المعاناة ديالك. الله يسر، واخا نديروا اللي درنا، المهم اننا نوصلوا صوتك. الله يحفظكم كيف ما تحفظوا لسان ذي سنان. امين. احنا عارفين الكونيكسيون راه ناقصه هنايا، وشحال من خطره كيتقطع اللايف، ولكن ان شاء الله نوصلوا صوتك باي طريقه. الله ان شاء الله. مشاهدة قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة أزمور. مشاهدة قناة شوف تي في، حنا الآن كنتواجدوا عند مي في الطومة. هاد مي في الطومة اللي سبق القناة شوف تي في أنها جات صورات معاها. مي في الطومة ما كتشوفش المغاربة كانوا تضامنوا معاها، تعاونوا معاها، ومؤخرا قناة شوف تي في، مؤخرا مي في الطومة صايبات قناة في اليوتيوب ديال الطبخ من طبيعة الحال. مي في الطومة الآن كتوجه نداء لخوتها المغاربه انهم يتعاونوا معها، انهم يمدوا لها يد المساعده، انهم يتابوناو عندها ويشجعوها. ومي في الطومه ما كتشوفش وكدير كسكسو، كدير الطبخ. ها السيده اللي خصنا نتضامنوا معها، ها السيده اللي خصنا نوقفوا في جنبها وندعموها ونمدوا لها يد المساعده. ومي في الطومه غنعطيوها الكلمه باش تكلم لنا على المعاناه ديالها والاهات ديالها والمشاكل ديالها، وفي نفس الوقت غادا تكلم لنا على التجربه ديالها في هاد القناة ديال اليوتيوب. مي في الطومة خذي الميكرو، شنو تقولي لنا مي في الطومة؟ السلام عليكم وليداتي بنياتي، بغيتكم غير تضامنوا معايا. انا ما احنا ولدي، انا ما عنديش، يعني تعاونوا معايا الناس، جاو عندي خلصوا لي البر ولا الكرا والماء والضو، ولكني ما بغيتش نبقى نلح على الناس وندار عليهم، بغيت نتعاون، بغيت نخدم حتى انا بيدياتي. علاش ما قديت؟ علاش ما قديت نخدم ونتعاون؟ انا مريضه، ما عنديش باش الطبيب، عندي دواء ما كنسيش باش نشريه، الا كان عندي طبيب ما كنسيش باش نمشي، يعني كنصبر في مرضي وكنصبر. مي محنتها، ما بقيتش بغيت نخليها تدار عليا. خواتاتي كيف ما قلت، خواتاتي ما حرموا مي في طريقي، انا ما بغاوش يجيو لعند امي في طريقي، انا كيقول لها اجي لعندنا انت يا في الطومه، ما بقيناش نمشيو تما باش نشوفو في الطومه باش نقولكم معاه ولا. علاش ما بغاونيش؟ ما نعرف واش انا حيت ما كنشوفش، واش ما يعني صعيب عليهم الحال باش يتهزوا يهزوا امي ويهزوني انا؟ عرفت الشمال يعني، نخليهم على راحتهم، ما نحاكمش انا، نهز راسي ونهز امي نتي الى عاونوني وليداتي وبنياتي خوتي وخواتاتي، كنترجاهم الله يرحم ليهم الوالدين والله يكون معاهم. هذا الشيء اللي قدرت نقول، ما عرفتش حموده ولدي. واخا مي في الطومة، كيفاش جاتك الفكره انك ديري قناه في اليوتيوب؟ جاتني غير. وشنو كديري في هاد في هاد في هاد الفيديوهات هاد؟ يلا الاولى راك سمعتي يا حموده ولدي في الهضره، راه حكيت فيه. والثاني كنغسل فمي عنات، وهذا ديال ديك الليله صيفت فيه شويه الحوت طويجين. صيفت شي طاجين بوحدك؟ برافو عليك. غسلت الحوت راسي وطحنته في يدي. وعلاش ما قديت؟ علاش ما قديت؟ بغيت انا نتغامر نخدم بيدياتي باش نتعاون. دابا حاليا تاني راه الكرم مجموع، طول ما تاني تجمع، ملي جيتو عندي نتوما في الاول وقفتو معايا وتخلص ليا الكرا والما والضو، ودابا حاليا تاني راه تاني مجموع عاوتاني تجمع ولا تاني تجمع ليا وليدي تاني. بغيتكم غير تساعدوني وتكونوا معايا، تعاونوني في هاد القناة، جميع القنوات بغيتهم يتعاونوا معايا. والله يرحم لكم الوالدين، الله يرحم لكم الوالدين، والله يكون معاكم. بغيتكم تعاونوا معايا ماديا ومعنويا، ونطلبكم ونترجى ربي ونترجعكم. ما بغيت نكون على حتى على واحد، ما بغيت نتقل حتى على شي واحد، بغيت من يدياتي. هذا الشيء اللي بغيت حمودة ولدي، بغيت غير من يدياتي. نخلص كرايا انا وامي نمشي، وفين نضف انا وامي تمشيو عند الله. هذا الشيء اللي كنتمنى المحسنين خوتي، بغيتهم يتعاونوا معايا ووقفوا معايا، والله يرحم ليهم الوالدين، والله يعطيهم الخير في وليداتهم،
وفي كل ما يتمنى وفاش ما حطوا يديهم يربحوا، فاش ما حطوا يديهم يربحوا، ونتمنى لهم الخير والعوين. هذا الشيء اللي قديت حمودة. مشاهدة قناة شوف تي في، أمي فطومة كيف ما قلت في بداية اللايف عفوا، أمي فطومة نعتبروها الأم ديالنا جميعا، ما غادي نخسروا حتى شي حاجة. اسم القناة ديال أمي فطومة بغيناها اليوم في هذا اللايف هذا، بغينا القناة ديالها توصل لما لا توصل الملايين والملايين، الآلاف والآلاف. أمي فطومة القسم القناة ديالها أمي فطومة وصديقتها، يعني مكتوبة بالعربية أمي فطومة وصديقتها. ادخل اليوتيوب انك تكتب مي فطومه وصديقتها، غتلقى الفيديوهات ديال مي فطومه. بغينا الشين ديالها، الناس اللي كيديروا الفيديوهات في اليوتيوب انهم يهضروا على مي فطومه، يدعموها ماديا ومعنويا. المحسنين كل شيء يدخل يتابونا عندها ويعاونوها، كيف ما قالت مي فطومه ان الكرع عليها مجموع، الضوء، المصاريف، الدواء. باقي ما قالش لكم راه مريضه، راه فيها شي حبوبه كتقول لك انها كدوز، واحد الحبوبه كدوز ما لقاش، ما لقاش العلاج، ما لقاش. امي فطومه كتقول لكم انا ما بغيتش نبقى عاله عليكم، نبقى عاله عليكم من طبيعه الحال. كيف ما كتشوفوا امي فطومه هي كتبكي قدامكم، بغاتكم توقفوا في جنبها، تمدوا لها يد المساعده، تعاونوا معها، اعتبروها كوحده من العائله، اعتبروها الام ديالك. كيف ما قلت راه كاين رقم التليفون ديال مي فطومه، راه كاينه تماك، عيطوا ليها. ومازال غادي نوريكم في التليفون ديال الصديقه ديالها اللي كتصور ليها وكتعاونها، نوريكم. ما عندهاش تليفون كتقول لك، من غير هي اللي حسنات بيا قالت لي انا نعطيك تليفوني نتعاون معاك حتى توصلي. ما عنديش انا حتى التليفون، ما عنديش. ما عرفتش شو سميتها السيده الصديقه ديالك؟ خديجة. بغينا نشوفو، مازال غادي نشوفو الفيديوهات ديالها من طبيعة الحال ديال مي فطومة في القناة ديال اليوتيوب. كنتمناو أن صبيب الإنترنت يخدم مزيان في تليفون آخر باش نوريكم شنو تقولي الناس اللي كيشوفو في هاد الفيديو مي فطومة باش يتعاونو معاك في الشين في القناة ديالك. بغيتهم يطلعوني، بغيتهم يطلعو ليا القناة ديالي، ثاني يديروني بيناتهم ويعاونوني. باش ما يعني باش ما سخاهم الله، بغيتهم يتعاونوا معايا كيف ما كان ويهزوا لي القناه باش انا نخدم ونوصل. يولي عندك مدخول، يولي عندي انا من الخدمه اللي كدير، من الخدمه اللي كندير، ونكون انا بحالي بحال كيف ما الناس يتعاونوا معايا ويوقفوني. والله يرحم ليهم الوالدين، والله يعلي شانهم وحلي كلامهم ووقف علامهم في ما صدوا جميع خوتي وخواتاتي وبناتي وولادي. طبيعة الحال مشاهدة قناة شوف تي في، حقاش راه الكونيكسيون راه ضعيفة هنا بزاف، غادي نشوفو تليفون آخر. شفتو الكونيكسيون ناقصة هنا بزاف، عندنا راه بزز باش شادين هاد اللايف هذا. غنشوفو ها الشين ديالها، ندخلو أمي فطومة وصديقتها. ها هاي، هادي هي الشين القناة، هذه القناة ديال مي فطومة، القناة ديالها. مي فطومة ما كتشوفش ومديرة قناة، هذه هي اللي خصنا نهجموا عليها ونتابوناو عندها وندعموها. هاي شوفوا مي فطومة كيفاش كطيب، نشوفوا الكونيكسيون، كنتمنى الكونيكسيون تكون مزيان. هانت يعني مشاهده قناه شوف تي في بطبيعه الحال راه كاين بزاف الفيديوهات. يلا دارت دابا تقريبا ثلاثه الفيديوهات مي فطومة صديقتها، ثلاثة الفيديوهات شفتو، ثلاثة الفيديوهات اللي كاين عند مي فطومة. اسم القناة مي فطومة، بغيتكم عافاكم، بغيتكم كلنا خوتنا المغاربة كلنا بغينا نهجموا على القناة ديال مي فطومة وندعموها
ومن طبيعة الحال المفتي ما كتوجه نداء كذلك للمحسنين انهم يتعاونوا معها على ود الضوء الماء الكرا ياك امي فطومه. يا وليدي الكرا وشنو كديري في الصاير مثلا الا ما لقيتي والو؟ كنحط الصبر كنحط الصبر اولدي ما عندي ما ندير. أه. اللي كيحكني انا وهو ملي كدق عليا مولات الدار كنقاسي مع امي اللي كتولي كتخمم ما كتنعش. هذا هو اللي كيهمني انا الماء الضوء والكرا. كاينه غير انت الام ديالك؟ انا امي واختي صافي. حنا اللي كاين. وختك حتى هي مريضه عارفينها؟ مريضه. عارفينها حتى هي دابا شويه الحمد لله. شويه ولكن ما ملي بركت سميتها هي ما تلاش هي ما غتقدرش نجم بوحدها. انا ما غنقدرش ندير حرير راسي ونطيب ونبيع. صافي امي تنفخوا ليها رجيلاتها راه دابا نعيط لها ونشوفها. نفخوا ليها رجيلات ما تلاش كتقدر تحرك ما تلاش كتقدر تمشي تحرك شويه صافي كتسخف كتبرك. ما تلاش قدك تبركت. عندنا الله يعني امي فطومه انت ما حيدتك اللي كنتي ما حيدتك الصايع ما حيدتك كنعاني امي كثر مني انا علاش ما بغيتش امي تفعل انا ما سخيتش امي تفرق هذا هو اللي ما سخيتش بيه انا بغيت امي تبقى في جنبي تنشوف الله ماذا هادشي اللي بغيت انا كنعاني باش امي تبقى حدايا وما عندك جهد ما لقيتش ما لقيتش جهد اش اللي درت عيد دخلت السيده لقاتني كان كي قالت لي مالكي راه شنو اشنو هي تعيط لهاد الولد راني ما قديتش نعيط لهم جا عندي حموده وجا عندي اشرف راني ما قديتش قديت نعيط لهم لا مرحبا امي انتي على راسنا وعينينا لا ما قديتش قديت نحاكم قلت لي لا هذا عطاتني اشرف دوا معايا قال لي انا جاي عندك دابا المهم ما خسرتونيش لا مرحبا امي قال لي بغيت ربي يعمر وما يخيبكم يا ربي امين فعمركم تحضروا في الدار الخير وحتى المشاهدين ان شاء الله الناس اللي كيشوفوا هذا اللايف هذا كيف ما كتشوف امي فطومه هي كتبكي امي فطومه واحد الانسان اللي ما كتشوفش امي فطومه اللي عندها الام ديالها كبيره امي فطومه اللي الحمل تقال عليها امي فطومه فاتحه قلبها ويديها لخوتها المغاربه كتقول لكم تعاونوا معايا ماديا ومعنويا مدوا لها يد المساعده امي فطومه شي كلمه اخيره اللي نختموا بها هذا اللايف هذا بيتم نمديهم يديهم وقفوني بيناتهم ويتعاونوا معايا ويهزوا بيا الله يجعل ربي يوقف علامهم والله يجعل ربي يكون معاهم وراهم وقدامهم هذا اللي نتمناه والله يعطيهم الخير في وليداتهم وفي تركتهم وفي كل ما تمناه فاش ما حطوا يديهم يربحوا وتنتوما امين تنتوما انا دابا صافي هاد الحانوت هذا اللي سمعتي كيسد هو اللي كمني كنتزير على شي حاجه وكنبغيها ضروريه كنعيط ليه كنقول لي وليدي ساعدني كيمد ليا الا شاف راسو الدرب يقول يا فطوم راك تقلتي صافي صافي كنبقى ندير حتى كيدق شي محسن كنعطيه تاني ما صدش كلمك ما عندي ما ندير وليدي اذا المشاهده قناه شوف تي في غادي نختموا هذا البث المباشر وقبل ما نختموه للتبكير فقط هذه هي القناه ديال امي فطومه امي فطومه وصديقتها بالعربيه دخلوا تابوناو عندها ودعموها ماديا ومعنويا المشاهده قناه شوف تي في نضرب لكم موعد في بث مباشر واحد اخر الى ذلك الحين كنقول لكم دمتم في رعايه الله والى اللقاء السلام عليكم.